تسيل نحو المعالي المسير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوة المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم وحيثما وجدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وسعة رزق، كل سنة وأنتم طيبون، عيد سعيد وعمر مديد أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام باليمن والبركات، وجعله الله سببا في لم الشمل ووحدة الصف، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الحلقة، حلقة عيد الأضحى، العيد كما يسميه الناس بالعيد الكبير أو العيد الكبيرة. هذا اليوم يوم الرحمات، يوم البركات، يوم خصه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فكما نص المشرع على ذلك بأن للمسلمين يومين أو يومان للتعايد وللفرح وللسرور. فيسرني ويسعدني ويشرفني أن أزف أجمل المعايدات والتبركات، وداعيا الله عز وجل أن يتقبل ممن أعيد عليه في هذه الساعة وعلى الهواء مباشرة، أن يتقبل مني ومنهم شيوخي وأساتذتي ومعلمي أصحاب الفضل بعد الله عز وجل، علي قدوتي وعزوتي والسراج الذي ينير طريقي وطريق الناس، وعلى رأسهم أكثر من جلست بين يديه ونهلت من معينه منذ أكثر من 20 أو 30 سنة، فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، فقد كنت تلميذا له منذ 1982 في مسجد المراونة، طال الله في عمره وحفظه الله وجعله أهلا للبركة والإخلاص في العمل، وكذلك غيره من العلماء الذين تتلمذت على أيديهم كفضيلة الشيخ محمد الفتوري الطشاني حفظه الله وطال في عمره، والشيخ فاتح زقلام عجل الله له بالشفاء وأطال الله في عمره وتقبل منه أعماله، وغيرهم ممن تتلمذنا على أيديهم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء. فهذه الحلقة هي حلقة المعايدات، وهذه الحلقة نذكر فيها ببعض ما يغفل عنه الناس في يوم العيد، ومن بين ذلك زيارة العلماء وأهل الفضل وطلب الدعاء منهم ولو بالتواصل الاجتماعي. صحيح كما يقال عند الجائحة تنتفي اللائحة، ويصعب الآن مواصلة شيوخنا وسادتنا وكبار في السن وغير ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن نقطعهم بالكلية ولا نتواصل معهم بالهاتف أو بالغير ذلك من وسائل الاتصال الاجتماعي. فينبغي على كل مسلم وعلى كل صاحب ديانة أن يقر بالمعروف وأن يقر بالفضل لأهله، فأهل العلم هم أهل الفضل، أنار الله بهم طريق الناس وجعلهم الله خيرة عباده، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا أول مطلب نطلب من كل واحد في العيد، ما ينساش شيوخه، مش أرحم من قرى وورى وسادنا وفكني وباي اللي تمت القراية معاهم وما صدقتني صفيت والكلام، هذا أبدا، هذا رجل له فضل عليك، أي عالم قراك، ها من علمني حرفا صرت له عبدا. فلا يمكن مقابلة المعروف بالإساءة والهجر والقطعان، وخاصة في أيام العيد. يا أخي تذكر شيوخك وإن كانوا مرضى، وإن كان بعضهم مصاب مسكين بالزهايمر، لو زرته شن صار، أنت لا تدري إن كنت أدخلت على قلبه السرور أم لا. فهذا أول ملحظ لا بد أن نغرسه في قلوب الناشئة وفي قلوب الطلبة وفي قلوب الأبناء، بحيث أن يحملوا لواء المعايدات فيما بعدنا إن شاء الله. المهم، زيارة العلماء لها فضل كبير في الدنيا والآخرة، ففي الفضل في الدنيا أنك تستفيد منهم، أو بيوروك بيعلموك الطريق الصح من الطريق الخطأ. الناس كلهم يقولك لا 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 كاتر خيرا ياسر، أبدا، هذا لا يوم الدين يقول صاحب فضل عليك حتى بعد وفاته، لأن راه الناس موتى وأهل العلم أحياؤه، لأن غرسوا فينا سنن سنتذكرهم بها. فهذا أول مطلب أطلبه من كل إنسان يسمعني الآن. أيضا من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس، لا نقول بالكلية ولكن أخص بذلك الشباب في عصرنا الحالي، اللي هم نقول في سن المراهقة من 12 حتى 28، والله ما عاد عنده علاقة إلا بالجروب متاعه، هذا اللي بيمشي له، ويا ريتهم حتى لما يمشوا هم يستفيدوا من بعض، كل واحد شاد الجهاز متاعه
ونقاله ويخربش، وواحد شاد الفيس، وواحد شاد المسنجر، وواحد شاد الواتساب، وواحد شاد الفايبر، وواحد واحد المهم قاعدين بالسمية مع بعض، لا بينوضوا يروحوا وهم ما هدسوش على بعض حتى خمسة دقائق. بينش متلاقيين أمانة، قعدتوا في عيشانكم ما نعرفش. فالمهم أن ينبه الفئة هذه من العمر على شيء غاب عنه كثير من الناس، يعني ما عودهمش عليه، اللي هي زيارة المرضى والمسنين والمقعدين. ما في عاد يرفع معاه ولده تو يقول لك بالله يفكني من هذا شاب، ما يحشمني حتى في القعميز مع الجماعة، ما يعرفش يقعمز معهم في العشان. لا لعلمه أرفع معك، يصول الكبار في السن يعرف أن هذا فيه أجر عظيم، يشوف تفي اللي جدة وجدة هذا معاش يعني بيهم بكل تباي اللي فكنا منه بابا يقول لك حطه في دار العزة، فكنا منه يا رجل مع عقلية قديمة وقدومي هلبة زي ما يقولوا. معاش في فائدة الحاجة، والحاجة مسكينة ما تعرفش حتى حاجة في التكنولوجيا الحديثة، والولد هذا فالح جدا جدا، فش بيستفيد من جدة وجدة؟ بالعكس والله لو جلس معهم لاستفاد منهم الخير الكثير. ففي حتى الدعوات نتاعهم كافية، بس انت لما تمشي تقعمز بعد كبير السن في الايام المباركه ويقول لك جزاك الله خير وربي يطول في عمرك وكثر خيرك اللي جيتني وفرحتني الله يفرحك والكلام زي هذا، راه كنا محتاجين له. اما تو الشباب معاش يدوروا في الكلام هذا، لا لا انت بنتلاقوا يا في النادي يا في المصيف يا في المقهى يا مش عارف وين، من الله يفكني من جو ابوي وجو عمي والكلام هذا. لا لا هذا راه شرع يا ولدي، هذا لابد تتعلم انت وتعلم الاجيال اللي بعدك، مش حنين نسيبوك تغفل عنا مره واحده وبعدين وينشأ ونشئ الفتيان فينا على ما كان عوده وابوه. لا ومن الان نقول لك هذه امور واجب اتباعها. ايضا في هذا هذه يغفلوا عليها، مش الفئه اللي قلت ثانيه بس، الملحظ الاخر او الملاحظه الثالثه هذه يغفلوا حتى اللي في سنيني وفي اللي اكبر مني وفي اللي اصغر مني، وهي المعايده على المرضى في المستشفيات وخاصه اصحاب الامراض المزمنه. في ناس مساكين ما يقدروش يروحوا من المستشفى، في ناس مرضى خاصه في ايام العيد، بالله هادهم من يزورهم ومن يدخل الفرحة عليهم ومن يحسسهم بأيام العيد؟ هو قاعد في توب المريض مسكين لابس وقاعد في السرير متاعه ولا يعلم برا شن صاير، لكن لما يخشوا لهم فوش تلو الفوش واحد كل سنة وانت طيب يا ابوي، كل عام وانت بخير يا أمي، كلام زي هذا في الله. اتصوروا راهو ديننا الحنيف لم يغفل عن هذه الأمور. يعني أنا وقفت على بعض الملاحظات الجيدة في الكتب، قالوا من أغرب أنواع الوقف المذكورة في كتب المسلمين روا ممكن في القرن كان الرابع الهجري أو الخامس الهجري، كانوا مدايرين وقف لمهرج. شن يعني؟ يعني يخدوه من مال الوقف جزء من المال، وقالوا بنديروا مرتب للمهرج. المهرج المهرج تعرفوه أنتم نعرفني، هذا خير المهرج. هناك واحد يعطوه من مال الوقف لأن مهرج لا، هذا مش بيدخل الفرحة على الأطفال في الطرقات زي ما نديروا احنا والله قدام المصوراتي والله في الألعاب، لا هذا المهرج بيخش للمستشفى بأمر من صاحب الأمر اللي هو من الدولة، تقول له لو أنت كل مهرج يحطوه في مستشفى معين. علاش؟ باش تضحك المرضى اللي في المستشفيات، بس ضحكهم ادخل عليهم السرور يا أخي لما تفرحهم، خاصة كان المرضى هذه ما هي صغار في السن، أطفال 9 سنين 10 سنين، هذا من بالله لما جاء المهرج في وسط الدار فيها 4 5 مرضى من الأطفال ويضحكهم ويلعب معاهم، هذا من يعطيه المكافأة متاع الدولة تعطيه من الوقفة؟ هذا من زمان كل مهتم الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وابتسامتك في وجه أخيك المسلم صدقة، فكيف إذا أضحكته؟ مش غير تبسمت في وجهها بس. فهذا امر غريب عجيب، احنا غافلين عنه مره واحده، احنا بل بالعكس عندنا مصيبه جديده فتحت ما كانتش موجوده في القرون الاولى، وهي دار العجزه والمسنين. ربي يكون في عون كل من فيها، هذه مره ناسينها الناس كلها حتى العبد لله. ولا ازكي نفسي، قليل ما هم زي ما يقولوا نمشي مره المستشفيات كان عندي حد مريض، لكن هذا الامر هو من شعائر الدين. أو البحداها زي احنا تو بحدانا مستشفى القلب والله غيره، السلام عليكم 5 دقائق بس زور اي عنبر الرجال والاطفال، كل عام وانتم بخير بالصحه والسلامه عليكم، كان اطفال جبت معكم انبوله والله اي حاجه خفيفه على الصغار يفرحوا يحسوا ان فيه عيد، يحسوا ان الناس زاروهم، مش ما نستقدوش ان فيه مرضى الا اذا كان عندنا مريض احنا بس. فربي يصلح الحال وربي يكون في عون كل مريض. فالمهم دار العجزة والمسنين هذه بروحها تحتاج حلقة بروحها، يعني كثير من الأمهات والآباء اللي قد ما نديروا لو زي ما نقول احنا نقرضوا ضوافرنا ونشوهم ما نخلصوهمش، هذا من الآن
جزائه لما وصل في الشيبه نتاعها وكبر، وخاصه كان الاب والام وصيب بالزهايمر المسكين ملوح في دار العجزه، والله ما قدرناه الشايب، والله الا مديرنا الهم والغم، ايش ندير لك بالله؟ انت بالله هذا هو صاحب البركه، انت هو اللي مدخل عليك الخير بدون ما تشعر، انت هو اللي رفع عنك البلاء لانك انت حتقعد فيه طول عمرك بعد وفاته هو، كان كنت خليته يتوفى بعيد عليك، وكان خليته يتعذب في غربتك، انت هو ما تحملش فراقك يوم حتى هو من غير عقل، وانت بتجزيه بالطريقه هذه والله يا شيخ امر محير، يا هو يا المراه، المراه ما عادش تبيه، قد يكون، وقد يكون بالعكس روى، هو اللي ما عادش يبيه غير يمزح في المراه. مش ما ندوش نقول للمرأة والله كطفت على المهم أني من المنبر هذا أوصي كل أسرة أن يهتموا بكبار السن، راهم هم البركات، هم الرحمات، عجايزنا وشيابيننا، ربي يطول في عمرهم وربي يحفظهم وربي يرعاهم ويجازيهم عنا خير الجزاء، راهو قد ما نديروا لهم شوية فيهم. شنو وصلنا للمراحل هذه؟ وش اللي خلانا تعلمنا؟ وش اللي خلانا قرينا؟ هم أميين عاشوا أيام المصخبة وأيام الضنك وأيام المرض وأيام التشرد وأيام الاستعمار وأيام الطليان وأيام المشانق وأي وأي غير ذلك، حتى الآن حتى الآن الآباء اللي في سننا احنا وأصغر منا حتى هم راه ما تقولش من السهل أن ربوا صغارهم بالطريقة هذه، لا لا لا، كل ولد باش يوصل لي سن الرشد وأصبح رجل راهو كلف بوه وأمه ما لا يستطيع تصوره العقل. فينبغي لا يجازى الاباء والامهات بان يرموا في دار العجزه. فان حدث هذا الامر وهو موجود الان، بعض الناس سواء العائله نتاعهم توفاه الله او صارت لهم كذا ما عندهمش من يعونهم كبار في السن فحطوهم في دار العجزه، اقل ما يمكن لجيران دار العجزه لمن له نفس طيبه ان يزورهم ولو يوم في العيد ولو في رمضان ولو في المناسبات هذه الدينيه عندنا احنا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيدكم مبارك، ما شاء الله. يعني مرات يفهموا مرات ما يفهموش، مرات يفرحوا بقلبه، والله في لي هذه بالدنيا كانك شريت العوازه. فهذا امر ينبغي الوقوف عليه لمن يستطيع ذلك قدر الامكان. ما تقولوش عليه كله راهو تديروا حتى من فرض الكفايه اللي يمشي هنينا خلاص، المهم ما نخلوش الدار مسكر عليهم العيد بالذات، ماشي مش حتى واحد، حتى العمال واخذين اجازه. فهذا موضوع مهم. ايضا من الأشياء المهمة الآن تشفعه الوباء، ربي يرفع عنا هالوباء هذا اللي عم بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام عن قريب، هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. ففيروس كورونا جند من جند الله، بأمره يرحل وبأمره يتفشى، فندعو الله سبحانه وتعالى وهو القادر على ذلك أن يرفعه عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. هذا الأمر رفع كثير من الناس اللي كانوا يعيدوا معنا عم نول والعام اللي قبله وكنا نفرحوا بهم ويفرحوا بينا، وتركوا من ورائهم ذرية ضعافة. هادو ينبغي ألا يهملوا في هذا العام على الأقل، يعني يمشي يشوفوا العائلة اللي هي عندها عائل وحيد، الأسرة اللي عندها عائل وحيد ومات في حادث سير بعيدة أو بمرض كورونا وبغير ذلك، المهم وترك أيتام متعودين أنه يرفع فيهم بابا في السيارات يدهور بهم يعيد عليهم كذا غيره، ينبغي على كل من له علاقة بهم أن يوصلهم أو أن على الأقل يعود الصغار بفقد العائل الوحيد لهم اللي هو والدهم أو والدتهم، رب يكون في عونهم إن شاء الله وربي ما يبلي ولا واحد بالهم هدايا. فالمهم إحنا ننصح ألا يترك الأيتام وألا يترك الأرحام، بل ينبغي إدخال السرور عليهم وتعويضهم عما نقصهم في هذا العيد. دعين الله عز وجل أن يتغمد موتانا بالرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا الأمر راهو محتاجين له في العام هذا وفي غير العام هذا وفي كل وقت هو، لكن غير كثرة البلاء هذا الكورونا ما خلى حد دور يقول لك فلان بشي رحمه الله تخش الفيس أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا موضوع ما نوصيكمش عليه، حاولوا بما تستطيعوا ألا تغفلوا عن هذا الأمر. ومن كان مهتما به ومن كان عاملا به قبل أن يسمع منا فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يثيبه ويتقبل منه عمله. ومن غفل عنه ولم ينتبه إليه نوصل إليه الرسالة الآن ونقول له على الأقل في قابل الأيام لا تغفل عن هذا الأمر وخليك على تواصل مع هذه الشريعة في المجتمع. نعم، من معي؟ السيد المبروك من الوليد، كل سنه وانت طيب. يا رب العالمين عيدك مبارك شيخنا، علينا وعليك وعرب ورفلة كلهم اجمعين ان شاء الله. يا
رب العالمين عايدين فايزين ان شاء الله. يا كريم يا كريم، كيف حال افراح العيد معاكم غادي في الفله؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، على كيف ان شاء الله ديما بالهنا والسرور والبركه. يا رب يا رب يا رب، عيدنا مبارك ان شاء الله، عايدين فايزين ان شاء الله، ان شاء الله بلم الشمال وان شاء الله بوحده الصاف ان شاء الله، اخوتنا كلهم يولوا هل وناس مع بعض. والله نبو درنا زيارة ضروري يا كريم، درنا زيارة جي والله، أهلي وناسي هلبة غادي وأحبابنا هلبة، ربي يبارك فيهم وحنتواصلوا إن شاء الله أخي المبروك عن قريب. يا رب يا رب، نبي نشكرك أنت، نشكر الموظفين القناة الله يحفظهم إن شاء الله، بارك الله فيهم إن شاء الله، نهارك زي اسمك يا أخي المبروك إن شاء الله، نهارك زي اسمك إن شاء الله، مبروك يا عليك. يا رب يا رب يا رب، شو الاخبار الضحايا غادي والعيد وهلنا والمناخ، وراو ايام العيد ايام قلائل ما تعودش الا مره بالعام. طبعا طبعا صح والله، الكيف توا يا اخوي المبروك. نعم، بعض العائلات ربي يوسع عليهم غيروا لنا عاداتنا، ما عادش يذبحوا وما عادش يسرقوا هما وما عادش يديروا، يجي في العامل وهو يحط رجل على رجل، وكان البعيده من المدخنين مداير رجيل يوم داير كذا، كان ما عادش عيد ولا زمان، كانت العياده مع بعضهم قريب يديروا خيمه ويدعيدوا العائله كلها مع بعض. عندكم الشيء هذا ولا قاعدين زي قبل؟ والله شنو ذا، في ناس تعيد مع بعض. والله خليني نوضح لك حاجه، تو العائلات تو العائلات، حتى العائلات حتى اللي عنده اولاد مزوجين ولا شيء، والله العيد هذا كل واحد عيد بروحه بالله، على خاطر كورونا ولا على خاطر حاجات اخرى؟ مش من الاولاد، مش من الاولاد شيخنا، من البسوان ربي يهديهم ان شاء الله. ما هانش فاهمات من بعضهم، ما هانش فاهمات على بعضهم، كل واحد حاسس، انت حاسس فيني لا انت ما تكلميش فيا، ان شاء الله ربي يهديهم. مش من الكيايا، مش من التريس، من البسوان، ما هانش كلهم. تبع من اللي يقود في المركب هو يا اخوي المبروك، المنسوين ولا الرجاله؟ والله الوقت هذا شو نقول لشيخنا؟ والله ايش العالم بس، قول الحمد لله، خلي الطابق مستور زي ما يقولوا الناس الاولى. الشيخ علي يقول لنا في المرأة سيد في الراجل، في الراجل سيد في المرأة في العكس. احنا نبو الحكيم فيهم هو اللي يقود الاسره، ما يعنيناش من يقودها، المهم اللي صاحب الحكمه والعقل والرزانه واللي يلم الشمل واللي يفرح بالاخرين ويهل ويستبشر ويعطي ويكريم وغير هذا نبوه. اما اللي هو عبوس قمطريرا هذا شو بديروا به، سواء راجل ولا امراه؟ مضبوط مضبوط شيخ. والله شيخنا خليني نقول لك، احنا والله انا واحد نبي نطلب ان شاء الله، نطلب منها ان شاء الله، ونقول لهم تعالوا لبعضهم، حتى اللي اثنين متعارفين مع بعضهم ولا شيء مفروض يجي لبعض. شيخ خليني نقول لك، تو بكري 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 حضرت موقف انا بروحي، موقف انا بروحي، في واحد عين عليه واحد ما باش يمد لا يبدا. علاش؟ ما هو علاش؟ ما هو الناس حسبوا راه خاطر كورونا ما فيش مصافحه. لا 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 والله لا، ما باش انا طول يعني على غير يسلموا عليه هو ما يسلمش. طول اللي حضرت الموقف ناديت الموم متي، قلت لهم تعالوا، قلت لهم بناس مرقاب، قلت لهم حتى اللي باع مرقاب توا يصافحوا بعضهم. يا سيدي جزاك الله خير يا اخوي المبروك، راهو هلب الاحباب يعيدوا علينا في التلفزيون توا، وعلى تواصل معاك دائما، وربي يحفظك ويرعاك. مع اخوي يونس من مصراته، كل سنه وانت طيب. السلام عليكم شيخ عبد الله، عيدك مبارك انت وهنا في مصراته كلهم وفي جميع ربوع الوطن. اللهم امين زمان حبيب ان شاء الله بالهنا ورفع البلاء والغلاء. يا كريم يا كريم، جزاك الله خير يا اخوي يونس، مرحبتين بيك. الله يفتح عليك واهلنا جميعا ان شاء الله. كيف حالكم في العيد غادي ان شاء الله؟ الامور ديما زينه. لا لا الحمد لله على كل حال، كل من ربي كل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربي يدوم علينا الهنا والبركه، وان شاء الله بيلم الشمل ووحدة الصف، وان شاء الله برفع الاحقاد، وان شاء الله ديما الليبيين اخوه متقابلين على سر ان شاء الله في الدنيا والاخره. والله باذن الله ما يبدا الا خراف اللي تو تشوف فيه. الحمد لله الحمد لله، احنا وانت ممكن في سني ولا اكبر مني، يا مرينا من ضيق الحمد لله والشيء كله. تمشي شده وتزول ان شاء الله. اي والله، انا بدنا في ملاحظه من الوقت الله فيك، الحلقه اللي فاتت تحكي عن المخابز اي مساله وبنجوع يوم السبت الجاي، وغير هذه نصيحه وتجربه، لما يقولوا الاولين ما حك ظهرك الا بظفرك، ويقولوا الاولين ما نتشك ولا سنونك. نتمنى المخابز وهذه امي، اتمنى المخابز تمسك النسان الطيبات الحرائر اللي القنام واللي حتى اللي تيمات واللي فاقده زوجها والحرب ولا غيرها، هذا ما هي بدنا العمله الصعبه اللي تطلع للبرة، المفروض كل ما نات احنا جربناها في الاحداث هذه، انا يعني
الخدمات اللي قدمتها. فأتمنى من الناس تفكر بهالموضوعية دي، لأن حنوفروا يعني من مال، ونفس الشيء حنشغلهم أشغال، وهي المرأة أولى بالأمور دي، تقنية معينة والناس أولى من هذا، من باب النصيحة. بارك فيك أخي يونس. الحاجة الثانية بالنسبة لموضوعنا، ونحمد ربي على كل حال، وانت اكبر منكم سني واكبر مني بارك الله فيك، راه اللي بيحمدش ربي مهما يكون، احنا غير نعتقدوا ان احنا اللي فيه ما في حد، هذا ما ناقش الناس البرلمانيه واللي طالت واللي حتى الاجانب اللي قاعدين اللي يعني مضى بحالهم، بعدين ما انسان يقول يشوفه غيره يرتاح. صحيح. لو نشوف النعم اللي عندنا، سواء انت لو كنت شايف تليفونك تلقى فيه على الاقل حاجه 300 400 رقم مش اقل منك. بارك فيك يا اخوي يونس، بارك فيك على التواصل معنا. ديما نشكر نعمه ربي، وديما ان شاء الله يعيد علينا بالخير والبركه. شكرا شكرا، جزاك الله خير، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. ربي يحفظك. نعم، من معي؟ السيد عبد المطلب من الخمس، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، كل سنه وانت طيب اخوي عبد المطلب. طيب وعام خير من سيف، كل سنه طيب. تقبل الله منا ومنكم وانا من مشاهدين كلهم ان شاء الله. اول حاجه نهني الشعب الليبي بعيد الاضحى المبارك، كله كل عام وانت بخير وان شاء الله. جزاك الله خير. ان شاء الله خاش علينا ان شاء الله خاش علينا بهال لم الشمل بلم الشمل وبالهناء وبعد عنا الشرف. جزاك الله خير يا اخوي عبد المطلب. والله يا اخوي عبد اللطيف انت ترجع تو على العادات والتقاليد، احنا انت اول ابدا من لبستك، لبستها العربيه اللي معاش تقلب معاش في ليبيا معاش هناك. بايو علاش هذه؟ علاش؟ علاش بدات تختفي الامور هذه؟ هذه ليش؟ الثقافه الغربيه اثرت علينا، تو الغرب الغرب من حقيقة ما انتبه في المحطه، ما عمرش شايف الغرب يقلدوا في العرب وفي الليبيين خاصه. كيف انت تبي القيامه تقوم والله؟ كيف انت يعني تبي تو انجليزي يلبس لبستي هذه؟ والله احنا بارك الله قلدوا فيه في عاداتهم الفاسده، يا اخي قلدوا فيه في حاجه نتعلموا فيه، تعلموا في الصناعه وفي الزراعه وفي التقنيه، تعلموا فيه في الفساد اللي يرضي ربي، في اللبس العلاقه الفاسده حتاكو، واللبس الفاسده اللي الوحده، نتعلموا فيه منهم اللي تغضب الله وتغضب الله والوالدين. حتى في الاعياد ثقافه، هذه واحده منها ثقافه غربيه، الدور الثقافه لها دور راي. صحيح. استعمار استعمار غربي اخوي عبد الحفيظ، استعمر هلنا لك ما ترسم على عقيدتهم. استعمر لكن عقيدتهم قاعده لله خالفه، الاستعمار احتلونا ولا وخلونا من زارع لكن... وروح الاستعمار الثاني، لكن الغرب عندهم عندهم جامعات خاصه للثقافه هذه، يبون قال لك ايه استعمروا العرب والليبيين بالدماغ، اغسل دماغها تنهي اللي صاير نحن من ضمن اهمال الوالدين، والوالدين هو ربي ربي الوالدين، قال الوالدين هذا طاعتهم بطاعه الباري عز وجل. ايه هو الوالدين ربي قال طاعة الله وطاعة الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. الثقافة الغربية اثرت علينا، الثقافة هذه اللي اثرت علينا. بدينا سيبنا الوالدين معاش يعني ابوي حياة ابوي الله يرحمه في العيد يجيب بحذاه يجيب بحذاه في الحلوى شكرات ويخش عليه صغار خوي وصغار عمامي ويعطيه الشباب الصغير. هذا راه مش شرع، هذا مش شرع، مش من العرف، هذا راه هذا شرع ربي هيك قال، لابد من تفريح الناس ولا حتى العرف سيبنا احنا الشرع والعرف سيب الشرع وسيبنا العرف احنا. صحيح صحيح والله، لا حول ولا قوة الا بالله. الاولى الطيبه عرفنا هذا ليش؟ قلت لك الغرب بوي قلت لك عرفته وعلمه خير مني اللي تروح متعلم شاب متعلم. صحيح 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 سيدي، ربي يصلح الحال يا اخوي عبد المطلب. الثقافه والعقيده، الثقافه والعقيده يا اخوي عبد اللطيف، الثقافه والعقيده ما قدرش الغرب ما قدرش يستعمل على عقيدتهم، قعدوا متحبين الستينات، ابوي كان في الخمسينات كان في بنغازي ساكن، عمل وظلي وعمل زاوي وعمل تجوري، تو في اللي ما بيش يسكن عم ابوه من الشباب. صحيح بروحه والله الا صحيح، وان شاء الله ربي يستحق. شكرا شكرا اخوي عبد المطلب بالصحة والسلام عليك انت وعربنا كلهم في الخمس، وكل سنه وانت طيب. نعود للملاحظات، ناخذ فاصل الان ثم نعود، هي ان شاء الله. واصل نحو المعالي المسير، أشيد بالحب صرح الإخوة، نبني إلى الحق أسمى الجسور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع الناس نحو البناء نسير، نواصل نحو المعالي المسير، نشيد بالحب صرح الإخوة، نبني إلى الحق أسمى الجسد صرح الإخوة. نعود من جديد إلى تذكير الناس ببعض الأمور التي كنا قد يغفل عنها الناس في العيد، منها بالنسبة لأصحاب المهن التي توقف عليها مصالح الناس. هناك مهن ينبغي على أصحابها أن يكونوا كالمرابطين في سبيل الله، يعني وإن كان عيد، أنت لما خديت رخصة باش تفتح محطة بنزين أو تفتح صيدلية أو تفتح مخبز أو تفتح أي حاجة قد يحتاج إليها للمدينة، ينبغي لا يقفل في يوم العيد. ما تقولش بيته معقولة أنا جاي اليوم من مسلاتها لطرابلس ما نلقاش إلا محطة وحيدة في الشافيين مفتوحة بنزينة، بيا وسيارتي أنا عندي مريض بعيدة، والله ملدوغ، والله ما طايح، وإلا محروق، ولا أي شيء، هذا وين بيحصل البنزينة كان جاي من بعيد. يبقى أنت لما تدرت عقد مع الدولة، ما حد نتكلموا عليها إحنا كل نقطة من النقاط هذه نخصوا لها حلقة، لكن غير أني متكلم في أيام المناسبات والعطل، أراهم أنتم يا أصحاب المهن التي يحتاج إليها الناس، حالكم حال المناوبين في المستشفيات، وحالكم حال رجال الأمن في البوابات. يعني راه مش معقول تقول لي انا والله حر، انا قطاع خاص. طيب مش قطاع خاص يا اخي، انت الدوله مدايره من مساحه كذا الى كذا ممكن يفتحوا محطه بنزين، لما تتسكرها باهي مني من عندك. وكان مشيت من قد نفتح انا محطه اخرى يقول لي لا والله وين تديرها؟ بنديرها انا والله في قربولي، لا في على الخط قربولي يجي خمسه غير مسموح بالبناء على القانون. بينما هم القانون احماك ان يفتح لك واحد اخر منافس، اذا يجب عليك ان تقدم العمل للناس. دير عامل دير ما هي أكبر من قبل، دير لبس ساعات كل أربع ساعات غير العامل المهم. أنا تقول لي هي غير وين هالبنزينة يا شيخ، تنقول لك أنا ما عندكش الله يسامحك، لكن لما عندك ومسكر راك تختلق في الأزمات، راك تعطل في الناس، راهو بيحاسبك ربي يوم القيامة، راهو بيقول لك أنت قصرت في حقوق العباد. هذا حق من حقي إيه كمواطن، زي ما ايه ما نغيبش المدرسه قال لك في صغارك، وزي ما الدكتور يعايل في اي مريض صح ما يمرض عنك، وزي ما كذا كل انسان قائم بواجبه. حتى انت كقطاع خاص انت ماك مقاول باش تقول لي انت ما نبني والله مندير اللوحه كان عجبكم والله عندك. لا 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 احنا ما نتكلموش عن الناس اللي هي لا تتوقف عليه مصالح العباد، لا نتكلم الان عندي مريض بنجيب له دواء حراره، معقوله من الصيدليات يوم العيد قام مسكراته، واحد صار له تسمم غلط شرب وركينا والله اللي هو المهم. فراه بعض المهن يا جماعة راه وقتهم مش ليهم وجهدهم مش ليهم للناس، حكم المرابط، يجزيه الله خير إن أحسن للناس وإلا سوف يحاسب على ذلك. فما تقدرش، قالوا الناس اللي بتخدم طيعة واللي بتره نبيعة، ما تقدرش تخدم بطل، تقدر تخدم قوم بعملك عليك من وجه. يا شيخ بنفتح البنتوم اللي أنا عندي معاطة بنزينة بنفتح ساعتين بيهرب الضي، يهرب الضي دي مولد، لا والله ماني مدايره، لا مش كيف تبي والله ما تبيش، هذا من حق الناس. نعم من معي؟ سيد محمد من ترهونه، كل سنه وانت طيب. اخوي محمد كل سنه وانت بخير ان شاء الله. انقطع الاتصال. فالمهم هذا الاستاذه نوريه كل سنه وانت بخير. انقطع الاتصال. فأنا بنزيد أن ننبهكم يا أصحاب المهن التي يتوقف عليها مصالح الناس، اتقوا الله في هذا الأمر. راهو ما تعرفش أنت مرات بسبب قفلك لعملك هذا تؤدي إلى هلاك نفس. تقول لي شنو مش واقف علي أنا بس، لا مرات أنت أقرب واحد ليا، الآخرين كلهم إذا كان اللي أنت بعدين مسكر غيرك، على الأقل اتفقوا في كل محلة في كل كذا، ديروا عندنا جي عصر صيدلية تقولوا الصيدلية الفلانية راهو العيد هذا بيتخدم. ديروا حل للناس فهموهم، المشكلة كلكم تسكر منكم ليكم،
هذا امر غلط. السيد عبد الحكيم حياك الله، كل سنه وانت طيب. السلام عليكم شيخنا، ربي ينور وكل عام حي وصحيح انت. أيوة والله عيدك مبارك اخوي عبد الكريم عبد الحكيم، انت واهلك وجيرانك وعربنا في طرابلس الكبرى كلها. اللهم امين ربي، حتى انت دائما ان شاء الله ينور. ان شاء الله. شكرا اخوي عبد الحكيم. كيف حال الاسبوع العيد معاكم؟ هل العيد هذا ان شاء الله بلم الشمل ووحده الصف ان شاء الله؟ لا لا والله العيد مبروك مع رب العالمين. يا كل كريم واحد يا كريم حتى يرم انفسهم يا شيخ. ايه صحيح، ضروري يا رب، مش انا وانت بس يا شيخنا، ضروري التغيير، اللي يبدي التغيير يغير من ذاته. ما في شك والله، حتى يغيروا بانفسهم. ما في شك والله. ايه لكن احنا تو شيخنا الفاضل هذا المنح كلها والله، لا والله الذي لا اله الا هو، كل امتحان من ربي وبعدنا على الله عز وجل، وتصفيات النية والقلب، الغصة هي الغصة قال الرسول عليه الصلاة والسلام في القلب. القلب هو في الصلاة، في الزكاة، في الحب، في الإخلاص، كل شيء في القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، غصة هي في القلب. صحيح والله. إيه لو إحنا غيروا من ذاتنا كنا بيد الله تعالى، أنا متأكد من اليوم في التريون إن ربي يغير من حالنا، يرفع لنا الوباء ويرفع لنا الغلاء ويشفي المرضى وتنزل السيولة والضي. تغيير الذات يا أخوي عبد الحكيم، خلينا نوضحه للناس، تغيير الذات في البدل والعطاء والمحبة والتسامح ولا لا؟ إيه هو تغيير الذات، الذات هي القلب هي هذه. تو يا شيخ شوف على الأمثلة نتاعنا نتاع لو لي يقول لك حب الشوارب والقلب هارب، بعضهم القلب يعلم به يا ربي. إي صحيح صحيح والله. أنت تبدا نيتها طيبة وخاصة مع أسرته وميمته وخيينا، أضرب حاجة رضا الله من رضا الوالدين، تلقى روح بيديك هم يلوحوا في مساكينها في الدار العجزة، واللي ملوحين مش عارفين، واللي تعاركوا أبوه واللي تعاركوا أمه، زمان يقول تسلك عشم تتغير 60 لون، تو يتجادل هو أبوه وأمه وكذا وحركات في الشوارع وفي الأسواق. قصدي نشوفوا فيه احنا في ليبيا مش برا من ليبيا يا شيخ. نعم صحيح والله، نعرف اني ناس يا شيخ عبد الحكيم وهم بحداه والله ربع يوم مش عيد عليهم. اريت هذا هنا المصيبه، بعتالي احنا تو خروا بلادنا ونعرفوا تو احنا اقارب كنا نعرفوا بعضنا. صحيح نستر على بعضهم، هذا احسن من هذا وهذا، وهي ما في شيء من تواضع لله رفع ما في شك والله، ونسأل الهداية وربي نورك. شكرا شكرا أخوي عبد الحكيم، كل سنة وأنت طيب وجزاك الله خير وبالصحة والسلامة عليك وكل سنة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سيدي سلام. معي عبد المنعم من طرابلس، تفضل يا أخوي عبد المنعم، كل سنة وأنت طيب. وأنت بخير يا شيخ. حياك الله، عيدك مبارك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وأنت كل سنة وأنت طيب. يا كريم يا كريم، شو الحال العيد معاكم يا أخوي عبد المنعم؟ إياكم مستبشرين وممنونين. والله ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا سيدي، ربي يعاود علينا بالصحه والسلامه وبالهنا والسرور ان شاء الله يا شيخ، وبالصحه والسلامه تقبل الله منا ومنك يا كريم. باش تنصح اخوتك المستمعين والمشاهدين الان في المناسبه المباركه هذه؟ والله ان شاء الله ربي يهني الاعداد يا كريم يا كريم يا كريم، بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يهني النفوس فعلا والله ويلم الشمل. أهم حاجة الدعاء، والله أهم حاجة الدعاء، سلاح المؤمن. صحيح يعني. إيه سلاح المؤمن شيخ عبد المنعم، وما تنساناش من دعائك بالله. والله إن شاء الله، وأنت أنت أول واحد. أنا عندي اتصال أنت خارج الحلقة شوية شيخ، كان قلنا له وقت، هات قول. هي هي ملاحظة، والله ملاحظة اللي هي إيه تمام، هيك بعض الأزواج هيك زي ما نقولوا إحنا متعارفين ورجلها شوية حرجانين. نعم حرجانين من بعض. ايوه تبدا توقف الناس بتعيد، هي زي ما نقول شد عليه الصغار وشد عليه واحد والله بارك الله فيك والله يا اخوي عبد المنعم، يعني جبت الملاحظه في وقتها والله. ايه والله يبكي نصيحه يا شيخ. صحيح يعني يا وني تو جزاك الله خير، خلينا نتكلم عليها النقطه هذه يا اخوي عبد المنعم وبارك الله فيك، كل سنه وانت طيب. الموضوع هذا اللي تكلم عليه السيد عبد المنعم فعلا في هالمناسبة العظيمة، كثير من البيوت الزوجية الآن متخاصمين، الزوج في مكان والزوجة في مكان والصغار مع واحد منهم، وحتى في العيد هذه بتربيه والله هو بيربيها، والله ما كره صغارك، تم دين هذا، تم عيد، تم فرح، تردوا بكم ارواحكم، تركم انتم مشيتوا بعيد مرة واحدة على امور الشرع، انت معقولة
العيل اللي بيشوف بوه تعرفينه تقول والله ما هو مكراي ابوك ولا هو ابوك ولا لا انت لا لا يعرفك وهذا لست من الحوش تبي تمشي لابوك تمشي لابوه ايه قصر في حقك انت تو يحاسب ربي لكن ما تحرمش من الصغار وكذلك العكس انت تقول بنربيها والله الا من حرقها في كبدها تحرقك ربي ان شاء الله عن قريب تحرقها في كبدها تادم الصغار انت حرقت الصغار قبل ان تحرق امهم انت يا ناس اتقوا الله في الامارات تعاركتوا انتم يقولوا تعاركوا الارياح وشي كذا على الصاري معقول اطفال عمرهم 9 سنين وسبع سنين واقل من ذلك كان مشوا مع الام كارثه وكان مشوا مع البو اكثر بايش الحل في المساله هذه يا ناس اتقوا الله يا ناس لا تقطعوا الارحام يا زوجة ردي بالك من زوجك في الملحظ هذا وكذلك العكس نعم من معي معي أخت إلهام كل سنة وانت طيبة يا أستاذة إلهام كيف حالك يا دكتور عبد اللطيف مبارك عيدكم إن شاء الله وأنت كذلك بالصحة والسلام عليك إن شاء الله كل عام أنتم حيين وجميع الأمة الإسلامية بخير وسلامة يا رب العالمين يا كريم جزاك الله خير ونحيي جميع علمائنا في كلية العلوم الشرعية بتجورة وجميع علماء ليبيا يا رب العالمين ربي يحفظك ويبارك فيك ويعطيك اللي في بالك إن شاء الله ترى أعطينا ما عندك من فوائد ونصائح للناس الآن اللي يسمعوا فيك ويتفرجوا عليك يا أختي إلهام باش تقل المشاكل وتتجمع العيلة في العيد نشوف فيها تغاضي على الأمور معناها ما يكونش الإنسان يحمل ذمة في قلبه ان هذه امور معناها بسيطه وهذه اي مشكله هذه ترفعها ما يحملهاش في قلب باش تلم العيله وتمشي العيد بامور سلسه بارك فيك بارك فيك ان شاء الله ياخذوا بها الملاحظه هذه اختي الهام واحنا نحملكم الامانات هذه امانات الاصلاح ما بين الناس يا الهام انت وغيرك من كل من قروا في العلوم الشرعيه ردوا بالكم راهو هذا امر مناط به اهل الاختصاص اللي هو انتم فرحوا الناس وعلموهم كيف يتوادوا ويتحابوا وبارك الله فيك انت وفي امثالك ان شاء الله شكرا يا الهام شكرا اذا زي ما قلنا معي من معي؟ معي السيد عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شيخ عبد اللطيف نهارك سعيد حياك الله كل عام وانت بخير اخوي عبد الله كل سنه وانت طيب انت والمخرج والمستمعين الكرام من جميع انحاء الدول العربيه الله خير ربي يحفظك ويبارك فيك اخوي عبد الله والله اني شفت حاجه ملفته من الاخ عبد الحكيم من طرابلس ايه يا شيخ عبد اللطيف والله لاحظ ملاحظه ان فيها عدم سيطره في جميع البيوت داخل في جميع العرب ايه انا عندي طفل قال لي كلمه والله غريبه عجيبه يعني من الاطفال في الكبار في الصغار في المدارس الملك يتكلم على لسانه ما شاء الله ما عادش عنده سيطره يا شيخ عبد اللطيف لا حول ولا قوه الا بالله كان المدرس لا يمكن الدخل قدامه تو يدخنه عادي تو يولع من بعض والله مصيبة ما هي قريبة والله أنا نقول أجيب الصوت ما عندك اشتغلت أخي عبد الله يقال سيدنا يونس عليه السلام إيه طلع من الأمة متاعنا القوم متاعين نزل العذاب الوحيد العذاب اللي مسك ربي على القوم لما تضرعوا لله ما فيش شك وحيد العذاب بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها رحمة للعالمين لعند الجنة نعمل ونرجع ان يكون نحن على مشارف العلامات يعني والله المكر والكفر اللي في الناس والعلم والله احنا يا ربي امنا من العذاب طول ما نحن ونستغفر وما كان الله ليعذبهم انت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون فبالاستغفار وبالدعاء نرفع البلاء ان شاء الله والله نعمل من العلماء يزيدوا تحرك راهو ما فيش راهو صوتك غير واضح اخوي عبد الله واضح ملاحظتك جيده ممتازه وبارك الله فيك على التواصل لكن الصوت غير واضح سامحنا اخوي عبد الله بارك الله فيك ان شاء الله نتواصل معك في فرصه اخرى فالموضوع موضوع كبير راهو زي ما قلت لكم هذا اللي هو حرمان الابناء من امهاتهم او من ابائهم بحجه الانتصار للنفس والانتصار للذات ولما جيت تكلم يطلع لك عالم زمانه هو والله هي لا لا والله هذا ما يستاهلوهم والله ما تجي مربيه والله ما يجي مربي ويبدا كل واحد يدور في العيله الواهيه تجي ما تجيش الكلام هذا ما يعنيناش احنا نعرف شرع ربي امرك ب التواصل مع الاباء مع امهاتهم الابناء مع امهاتهم او مع ابائهم امي بيواجبك تراني نرفع لابوه ترى زود يا اخوي ارفع الصغار يعيدوا قد ابوهم زي ما عيدوا قد هنا ثاني يوم وكان ردهم عليك بعدين خلاها تجي منه هو مش هو يمشي يضبح ويتكلم وممكن يطلع لاخوها ويضربها وهي او بالعكس هي تبي صغارها تمشي تبعد اخوها يلزوه ونقول يا عيتي اختي والله ما نمشي يلزوا فيها وقصص زي هذه كثيره في مدن الوطن الحبيب في كل مكان فندعو الله ان يصلح الحال
وندعو الله أن يلم الشمل حتى ما بين الأزواج والزوجات المتخاصمين في هذه الأيام المباركة. فهذا ملحظ نبهنا عليه المشاهد الكريم فجزاه الله خير. نعود إلى الملاحظات التي ينبغي ذكرها وتذكير الناس بها يوم العيد. زي ما تكلمنا قلنا أصحاب المهن التي يحتاج الناس إليها لابد أن يهتموا بها وإلا يكونوا سببا في التضييق على أهل البلاد وعلى المسلمين بصفة عامة. أيضا من الملاحظات اللي يغفل عنها الناس اللي هي كثير من الناس لم يضحوا هذا العام، راهو أنتم متعلموش بهم، لكن في اللي مستحي، في اللي ما يقولش، وفي اللي ما يعرفش إلا أهل البيت متاعه، راهو تو احنا في ثاني يوم العيد مازال حتى غدوة يضحي، حتى بعضه يضحي. هادوم باي أول يوم ما ضحاش، شوف اللي يجي تقول له بالله نبوا نشرب لفلان ضحية، تقول لك هذا والله اللي داس ثم تعلم بهم أنت. هو كلام كله تقول شيطان يتكلم على لسانه، باش يحرم الناس من الخير بس. يا اخي شن تقول لي اللي داسهم والله مش داسهم، تو حتى داسهم حتى عنده 5 مليون كيف ما ضحاش بحجه انه ما عنداش، يقعد وراه ان شاء الله تكون اللي داسهم. هذا يكتز لغيره، هذا ينصح قولك لانه افتراء منك مرات. لكن المهم انت ترد بالك، كل ثري من اثرياء الناس من وسع عليهم الله في المال عليهم ان يلاحظوا احوال جيرانهم بالدرجه الاولى ومن يليهم بعد ذلك. فمش معقول الناس تاعنا في اللي مضحي بزوز وبثلاثه او غير ذلك، وفي اللي مسكين مسكر حوشه لانه لا مشى للسوق ولا عنده قدره. علاش؟ والله لقلة ذات اليد. الله غالب مسكين مرتبه زي ما قلنا الحلقات الماضيه وما زلنا نقولوا، يا دوبك يكفيه، هذا كان مش عليه الدين، هذا كان مش عليه الدين. او انه بالعكس مرات في اللي قالك عندي مرتبات زي اصحاب الشركات المتعتره، ربي يفرج عليهم، راهو هذا مصطلح موجود في الدوله الليبيه، الشركات المتعتره بال 14 شهر ما يخلصوش، مش عارف تو اخر مده قداش اليوم ما يخلصوش وما داروا مش حل توا، ومنو بيهم اصحاب اسر ما نعرفش. بياد لما تعطل عليه في مناسبات زي هديه منين بعيد؟ بيمشي للسوق يقول لهم اعطوني حولي تو بعدين ولا خروف تو لما ينزلوا نجي يخلصكم. ابدا هذا كزمان ولا واحد يرحم الاخر، عندك خذ ما عندكش بالسلامه. فراهوني ننصح كل من هو له القدره على التوسيع على الناس، ربي يوسع عليه ويكثر له في ماله، يراعي الناس. حتى فتاة اول يوم ما انتبهش يمشي له ما هو من غدوه الصبح يدور اللي مضحاش يجي له خروف ويقول له ضحي زيك زي الناس كان عندك وكان ما عندهمش. الله غالب، لان ضحى عنهم خير خلق الله اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن فقراء امته او عمن اتبعه وامن به. فالمهم هذا الامر ينبغي الا يهمل والا تنقطع الموده والاحسان بين الناس. فايضا من الملاحظات التي يغفل عنها الناس إظهار علامات السرور والفرح والمعايدة أمام من؟ أمام الأعمال الوافدة وإحساسهم أيا كانت الأعمال الوافدة وإحساسهم بفرحة العيد وتخفيف آلام الغربة عليهم. يعني ناس مساكين خارجين في اللي قطع الفيافي الصحراء الليبية من الجنوب وجاي يعني باش يشتغل مسلمين راهم. نعم السلام عليكم، من معي؟ أختي نورية من سلاتة، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة طيبة، كل عام وأنت بخير. بالصحة والسلامة عليك أنت والأسرة الكريمة كلها. لك الله عطيت طول عمر اولادك وبنياتك يا كريم، ربي يحفظك يا اختي نوريه. كيف حالكم انتم العيد هذا؟ دايره والله بخير الحمد لله. شو حال العيد في مسلاتة ان شاء الله طيب؟ والله بنعمه بنعمه الحمد لله رب العالمين. باي حال الضحايا مش غاليه والامور وكلها منظمه حتى الحره وخف شويه على الايام الماضيه. لا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. يا سيدي ربي يحفظك ويبارك فيك انت واسرتك الكريمه، وكل عام حي طيب ان شاء الله وبالصحه والسلامه على الاخوه المشاهدين كلهم. ربي يهنيك وربي يطول عمرك. شكرا شكرا. وكذلك المشاهدين يا اختي نوريه ما تنسيهمش بالدعاء، وربي يلم الشمل ويوحد الصف. والله اللهم امين يا رب العالمين. وربي يرفع عنا الاحقاد والبغضاء ما بين قلوب الناس. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللهم امين. دعواتكم دعواتكم مقبوله ان شاء الله. الصنف هذا من النساء المباركات ينبغي ان تدعو دائما للناس بلم الشمل وبنزع الاحقاد والغل من قلوب العباد. شكرا شكرا يا استاذه نوريه بارك فيك ربي يحفظك. فالمهم هادو من العمال الوافده نتكلموا عليهم، راهو خدامكم خولكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول راهم ناس تغربوا بالله عليكم لوني في سنيني، او من يشاهدني الان من شباب الوطن ربي يحفظهم يرعاهم، لهو اللي طالع قص على البر هذا كله من هنا من هنا حتى للوصل في البلدان المجاوره لنا في افريقيا وفي غيرها، وماشي باش يخدم باش يلقى ما يصرف. يجي هنا الان يسكن
في سكن غير لايق، يا بترنيك يا بزينجو يا مش عارف شنو هو، ومسكين اموره مفترش الارض، يكاد يكون مفترش الارض هو، ما عنده شيء. هذا ما ضره لو يوم العيد احنا اللي فرحنا بيهم وقفنا لهم في الطريق، كل سنه وانتم طيبين، اعطيناهم شويه من العيد، درنا لهم اي حاجه، قريبي اجرها، راهو حتى كان البعيده مش مستمع يخش في الاسلام. لكن لما يركب في السياره العاليه وفتح المكيف وهو واقف لابس بدله العيد مسكين يعلم الله بشرها، حتى المنبه من السياره مستخسر نقول هو له. طيب بالعكس، هذا نشد على خاطر فرين ونحييه ونقول له كل سنه وانت طيب وانست في البلاد وربي يوسع عليك، ونقول له كلام ينفعني في الاخره وينفع هو في الدنيا. فهذا الامر راهو لابد من التنبيه عليه، وهو الاهتمام بالاعمال الوافده من ايا كان، سواء من الدول العربيه الشقيقه ولا من الدول الاخرى، راهو امر غايه في الاهميه. راهو التعالي على الناس، راهو في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على في الحديث القدسي: العظمه إزاري والكبرياء ردائي، فمن ناسعني فيهما قسمته ولا ابالي. فيا متكبر على هؤلاء الشريحه من الناس، راهو قد تبتلى باشد من ذلك. فكن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجازيك عن عملك إن كان لله بالخير والأجر والتواب وسعة الرزق، وإن كان غير ذلك فستعلم بأن الحساب عند الله عسير. فالمهم هذا ملحظ قبل أن تنتهي الحلقة أو قلنا لكم عليه. أيضا في ملحظ آخر أن نوصيكم يا أولياء الأمور، يا شيبين، يا أباء، يا أمهات، اللي هو تعليم الشباب طرق المعايدة. الآن إحنا كلهم خداهم التواصل الاجتماعي، يا ولدي مقعمز بحدايا هني والله، حتى الذبح والصنخ والكلام هذا ما عاد يعرفه، يعرف جميع الطرق التواصل الاجتماعي يعرفها، كيف يركب هذه على هذه، كيف يجيب الصوره هذه، كيف معناه يخش في الفيس ولا يمل ولا يكل، يصل للساعه 2 والساعه 3 والفجر يرقد بالضبط، تريح عليه الصلاه. حتى في العيد، صلاه العيد رايحه محارصين عليهم، لان مره في العام هو الفجر والله ما صلاه، سيب الفرض ولا هي بالسنه. فيا أولياء الأمور، علموا أبنائكم كيف يعيدوا على بعض زي ما علمونا أبائنا، وارفعوه معاك من السيف عليه عمر الدين 20 عام، إيه أركب يا ولد، أركب مش عيد على خالتك وعلى خالك وعلى عمك وعلى صغار عمك كلهم، والله ما يعرفوا ما يعرفوا بعضهم، أرحام منقطعة، هذا والله ولد عم بابا أنا ما نعرفهاش، أنت شنو تزود تقول لي ولد عم بابا ما تعرفهاش؟ هو يشبع في روحه خير من هذا، وهذا يشبع في روحه خير من هذا، لا لا هذا من دقه قديمه، وهذا ما يمشيش معاي، تيمشي معاك ما يمشيش معاك، انت تربطك بيه روابط لابد ان تحترمها، رابط الدين، رابط الدم، رابط الوطن، علم متكبر انت. فراه ينبغي علينا كاباء وكامهات ان نولي هذا الجانب وقت كبير، مش اعطيه وكله وشربه وشربه وطقه، لا لا، راه موضوع كبير جدا جدا. وقبل لا تنتهي الحلقه ان ننبهكم ايضا على عدم التباهي، هذا موضوع معروف بشراء الاضحيه امام الفقراء، موضوع غايه في الصعوبه. المهم سنحاول ان نذكر بعض الملاحظات اخرى في حلقات اخرى، وفي ختام الحلقه نامل ان نجد اذانا صاغيه وقلوبا واعيه لما ذكرناه واشرنا اليه ونبهنا عليه في هذه الحلقه، وجزاكم الله كل خير، وكل عام وانتم بصحه وسلامه وهناء وسعه رزق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واصل نحو المعالم ان نمد الايادي ونفتح للصلح قلبا كبير، مع الناس نحو البناء.